فرضا يعني لو كان يقول لك الان في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، شعري تقدي تقولي له؟ شعري تقدي تقولي له؟ بحكي له شو صلى؟ شو عم داين مسلمين ما؟ سوالف لي داين مسلمين ما؟ سؤال يا حمدي، أمرني لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود السلام. ايش كان سوى؟ كان الدمين لو كان موجود؟ مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك صراحة، مش قادر اقول لك صراحة، مش قادر اقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، اقل حاجة الناس كانت تحب بعضيها. اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي. لو رسولك موجود موجود اروح اصلي. انا بصليش، انا ما بصليش، اكذب عليك ولا بصلي؟ ما بصليش. طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، أمامي؟ أيوه، إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبص. أنت تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ نوف، سؤال صعب. لو أتمنى مش جالس. النبي يعني الواحد يتمنى في حلمه، بس لو الواقع، لو علي أنا يأخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حساب. أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام، أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله الله، ده انت قلت حاجة جميلة أوي. طيب سؤال الأخير أستاذ محمد، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك، إيش تقول له في دقيقة؟ نفسي يعني، لا صورة صعبة، تحدد موقف صعب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني، مهما حاولت أدور على الألفاظ، مهما حاولت أدور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جواي. مش عارف.